النهارده هنفتح باب جديد في الذهنيات اللي احنا اتفقنا ان احنا نخلصها في العشر حلقات الباقيه. امبارح قفلنا باب العنف المقدس، ويا رب نكون وصلنا نتائج، عرفنا ايه اللي بيحصل، جاي منين وليه. النهارده هنتكلم في ذهنيه اكبر بكتير، عموميتها اكبر بكتير، ونتائجها كانت اسوأ بكتير. ليه العقل المسلم الجمعي كوعي جمعي توقف تماما بعد القرن الثالث بالكثير، بداية الرابع، عن التفكير، ثم منع من التفكير، ثم طورد إذا فكر، ثم بعد كده ظهر بقى إيه بعد 200 سنة وصولا لحد الله يرحمه فرج فودة، القتل. الحل الوحيد للإسلاميين او للتيارات عابدة التراث، مش بس السلفيين، انه يقتل من امامه ويخلص من افكاره اللي هي هتبوظ له الدنيا. فحكاية العقل في الاسلام اللي وقفها اربع اسباب ما فيش غيره، زي ما قلت لكم امبارح كده، ذهنية العنف هي آية وحديث، خلص الموضوع على كده قولا واحدا. حاجات كده بنسمعها دايما بس ما بنوقفش عندها. الاربع حاجات هما بالترتيب: ازاي منعوا العقل انه يفكر وجعلوا لناس معينة زي ما قلت لكم الرخصة والوكالة اللي خدوها قسرا وغصبا، ثم تقديس اللي قالوه، ثم السكوت التام بعد كده. أول حاجة منعت العقل المسلم من التفكير حاجة اسمها بتشوفوها كده كتير ومحدش عارف معناها، لان حقكم متعرفوش معناها، وقلت عليها امبارح في الحلقة وقلتوك هقولها بكرة، اللي هي متفق عليه، كلمة كده بتطلع تحت الاحاديث. تاني حاجة منعت العقل المسلم على مر 1200 سنة انه يفكر حاجة اسمها اجماع الفقهاء، اللي دايما كنا بنتكلم عنه، المرة دي بقى هنشرحه. اجماع الفقهاء ده اللي هو ما تتكلمش بعد كده، تفتحش بقك. هم قالوا في القرن اللي مش عارف امتى قبل الميلاد الظاهر، مهم ما تتكلمش 1200 سنة تسمع كلام الناس اللي ماتت وكتبها ماتت، لكن ده اجماع. تالت حاجة تهمة طلعت فرعبت العقل اساسا انه يبتدي يبقى عنده اساسيات التفكير، اسمها انكر معلوما من الدين بالضرورة. اي حد يقول له انت انكرت معلومة من الدين بالضرورة، دي تالت حاجة بالترتيب متفق عليه، اجماع الفقهاء، انكر معلوم من الدين بالضرورة، ثم حاجة بقى رابعة هم اخترعوها وكانت عاجباهم قوي وما زالت شغالة طبعا، يعني اللي هي ايه بقى، اللي هي القرون المفضلة. حتى تسمع كده في ادبياتهم يقولك القرون الثلاثة المفضلة، بحيث ايه؟ مش بس يديهم رخص مش بتاعتهم خدوها قسرا وعلى غير اي نص او حاجه بتدي لهم الرخصه دي، ان دول يفسروا بس، ثم يخنقوك بالاجماع ويقول لك انت شقيت صف المسلمين وانت زنديق وكافر، ثم يقول لك الاحاديث دي هي متفق عليها وما تفتحش بقك. رابع حاجه بقى قال لك لا، ده التلاته دول ليهم قداسه. ايه بقى القداسه يا باشا؟ فيقول لك دول القرون المفضله بنص الحديث، وهقول لكم دلوقتي الحديث، يعني غالبا الحلقه دي هتاخد، يعني العقل هياخد النهارده وبكره الحديث هبقول لكم عليه. المهم انه هناك قرون، القرن الاول والثاني والثالث دول ملائكه، والبعدين الباقيين ما لهمش لازمه، وده اللي حصل بالظبط. لو ركبت اضلاع الشر الشيطاني دول على بعض هتعرف ليه من بعد 300 وحاجه هجري اللي هو القرن الرابع لا شيء لا شيء. شيء لحد النهاردة، حتى ال 200 سنة اللي حكيت لكم عليها في أول حلقة من حلقات التنوير اللي هي من أربع خمس حلقات أو ست حلقات، ال 200 سنة راجل أزهري غير أزهري معاه إجازة معهوش إجازة، أكاديمي مش أكاديمي، محدش سمع كلامه. قدر الصوت عابد التراث، أنا مش بتكلم عن سلفي، إنه يقنع الأصوات دي ويقنع الناس أن الدين ثبت ثم تفسيره ثبت، يعني شيء مضحك.
قتلنا بقى، قتلنا عشان نركبه بقى على حلقة امبارح وحلقة اول، لما قلنا نسحب الوكالة، لما قلنا نفسر على هوانا. على هوانا ده مش يعني اهوائنا، على مزاجنا، على انسانيتنا. تفسير الايات بتاعت السيف والدماء وكل ده ما هو تفسير مقدس. لما نعرف ليه بقى العقل وقف عن التفسير وننقد ده ونبتدي نتحرك للامام، نقدر بقى نرجع ناخد الوكالة منهم، ونقدر نرجع نفسر الايات اللي عذبت الناس والامم وفي حاجات تانية اقول لكم بكره وبعده، وناخدها ونقول النهارده انا في 2014 في 1435 هجري انا هفكر من جديد كمؤسسه رسميه، كمجموعه باحثين، كوطن بلد. لو فعلا البلد عايز تجديد خطاب ديني، او في رايي زي ما بقول تغيير خطاب ديني، يعمل بقى الحاجات دي، يعملها حقيقه. هذه الايه ملكنا الان في هذه السنه، تعالوا نقولها من جديد، ده معناها، ونقول ونعلن ان كل المعاني السابقه والله يستأنس بها، بس شكرا لاصحابها. ده شكرا، دي كويسه قوي ان احنا بنقولها، لانكم شفتوا الاراء بتاعت امبارح وغير امبارح، لسه هوريكم الاربع حاجات دول هناخدهم في الحلقتين. خلينا نبتدي متفق عليها عشان هي موضوع عايز شرح. وعلى فكره دايما بقول لكم هم بيعملوا هاله من القداسه على الحاجات، عشان الانسان العادي اللي قلت لكم بقى في حلقه ازاي الوكاله راحت لهم، لما الدين بقى علم بعد عنه، الدين بعد عنه بقى علم، ما بقاش تجربتي انا. هم اللي اخترعوا العلم وهم اللي بيقفلوا الباب، يقول لك انت مين انت بتتكلم؟ تعرف ايه فهم الحديث؟ طب انا درست يا سيدي واكاديمي. طب المسلم العادي اللي يقول لك بس انا مش قادر اتقبل ان ده حديث، تعرف انت وقال وعن القعقاع وعن والحاجات اللي بيخضوكوا بيها دي. تعالوا بقى يعني ايه نفضي البالونه دي. علم الحديث، بس عايز اقول لكم قبل ما اتكلم حاجه كده تخلص زي ما بقول لكم دايما في اسبوع، يكاد يكون او هو بالوصف الحقيقي علم تافه. تافه. لا شيء. يعني لو اربع خمس صفحات في اسبوع الواحد يقعد يقراهم خلاص فهم حلم الحديث. انما قدرات استظهار الحفظ، واصله حافظ السند، واصله حافظ مش عارف ايه، واصله تخريجات يقعد لان هم وارثين ده برضو، ان قدرات الحفظ هي المساله مش قدرات الفهم. المهم تعالوا بقى نقول متفق عليه، عشان هي دي هتجيب لنا علم الحديث كله في 3 4 دقايق، عشان تعرفوا ليه العقل ما قدرش يتكلم. تقديس البخاري ومسلم كان مبني على اسس، مش مبني بس ان هم في القرون المفضله، لا. ازاي؟ اول حاجه عايز اقول لكم ببساطه، يا رب توصل، انا اللي عيب فيا مش قصدي يعني، يا رب اعرف اوصلها. الاحاديث اللي قالها الرسول، يعني الرسول في صلى الله عليه وسلم في 23 سنه تكلم وفعل. فعل يعني سكوتا، بيصلي مثلا، دي اسمها سنه فعليه، وهي اقوى انواع السنن بالمناسبه، دي معلومه. لما ما تكلمش خالص الرسول وعمل، هي دي اللي الناس كلها شافتها بعينها فما يختلفوش عليها، مفيش بقى هنا كلمه زياده وكلمه ناقصه، ده فعل. تمام. اتنين، انه اتكلم دي في الجيل الاول اللي هو الصحابي اللي شافه، والله بيقول للتاني انا والله الرسول قال لي كذا يوم ما كنا راكبين الجمل مثلا. تمام، ده اسمه حديث خلاص كده، الرسول توفى وهو بيحكي عنه، ده اول واحد سمعه. عشان بس دي نقطه لحسن، المره السنه اللي فاتت لما عملت حلقه للبخاري ومسلم اكتشفت ان في ناس فاكره البخاري من صحابه الرسول، يعني العيب مش عليهم، بس للدرجه دي من القداسه قالوا لا ده الراجل ده كان قاعد جنبه اكيد. فاللي عايز اقول لكم عليه ان في البدايه البخاري قصدي الصحابه حفظوا، كل واحد حفظ منهم بقى حديث اتسمع من الكل ببساطه، وحديثه واحد لواحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قال له كذا، ماشي. الاحاديث دي الصحابه دول زي ما قلت لكم شافوا ناس اسلمت او اتولدت ما شافتش الرسول، الرسول كان توفى، اللي شافوه ده الثالث ده اسمه التابعي. سهله، يعني الرسول صحابي تابعي، ده اسمه كده خلاص. التابعي ده حفظ الكلام اللي قاله الصحابي اللي قاله الرسول، سهل. يعني لسه في حاجه طويله في السند عايز اشرحها، وانا مش حاسس ان في وقت مطلوب مني، هنطلع فاصل دقايق وارجع لكم. اهلا بيكم. يا رب ما اكون الفاصل قطع السياق. علم الحديث اللي بدأ بقى يوصل لكم بمعنى الحاجات الفظيعة دي بيسموها السند والإسناد، الرسول صلى الله عليه وسلم توفى قال الكلام لصحابي، مجموعة أو فرد مش فارقة دلوقتي، دي تعريفات بعدين.
الصحابي ده نقله لواحد او اكتر من التابعين اللي هم شافوا الصحابي بس ما شافوش الرسول، وبعدين في طبقة تانية شافت التابعين دول اسمهم تابعي التابعين. هنا العصر قريب جدا، يعني نفترض ان واحد شاف ابوه اللي هو التابعي، والتابعي ده اللي هو ابوه شاف الصحابي على قياس مثلا سن جده شاف الرسول، فكان نقل الحديث سماعا سهل جدا، وما ينفعش قليل جدا ان يكون هناك كذب، يعني واحد وابوه جده يعني. ولذلك الامام مالك اتولد حاجه 90 في اقوال 93، بعيد عن ان هو صاحب مذهب، لما جه جمع الحديث في كتابه الموطأ، كل الناس على فكره العقلاء يقولوا ان الموطأ اصح من اي حاجه جت بعده، لانه ايه بينه وبين الرسول ساعات شخص واحد وساعات شخصين وساعات اقصى حاجه ثلاثة دول ايه واحد منهم واللي قبله عايشين برضه، يعني زي الاب وجده ابوه يعني. سهله بس عشان ما تروحش منها، عشان اقول لكم في الاخر منين جه التخلف والقهر للعقل الفردي المسلم يعني. خلاص لما بعدت بقى اللي هو بعد مالك مثلا اتولد حاجه 90 هجري ورسول متوفى 11، فالموضوع بسيط 80 سنه مثلا عمر شخصين او اكتر كمان او اقل ناس. فين بقى اتولد البخاري 194 هجري؟ انا بتكلم بالعنية بالقصد على البخاري مسلم، لان ما دخل في هذه الكتب فتقدس اصبح دين انت مش قادر تقول له ده مش دين، ده غلط بالفطره بالعقل من غير دراسه، وهوريكم دلوقتي. 194 يعني نهايه القرن الثاني اتولد البخاري، اتولد فبدا يجمع كتابه في القرن الثالث 300 وحاجه 200 وحاجه هجري يعني. فاللي هو بقى ايه الطريق بعد، ما بقاش بقى شخص وابوه جده زي الامام مالك، لا ده بقى ايه من بعد بقى عصر مالك مثلا من 90 هجري اوصل بقى ل 200 وحاجه، واحد قال لواحد واحد قال لاخوه وبنته وعمته. ده بقى هم سموه الاسناد وعملوا له علم اسمه علم الرجال، وقصد ده وضاع وده كذاب وده مدلس. انا موافق على فكره، يعني انا موافق فعلا ان هناك تحري ودقه، لكن يا ريت كانوا مشوا عليها، يعني يا ريت كانوا مشوا عليها حتى في البخاري نفسه، يا ريت كان مشي عليها صادق عن صادق عن صادق، غير كده ما خدش. ويكون الحديث له شواهد ومش ضد القران ومش ضد العقل، وهم اللي حطوا على فكره علماء الحديث الاوائل ضابط او شرط العقل، العقل الجمعي على فكره، هيقول لك عقل مين؟ عقل العقل، في حاجات لا تصدق على فكره، مش لا تصدق في الخرافه، لما اشرح دلوقتي اقول لكم يعني ايه لا معقوليه الواقع. المهم الحكايه اللي حكيت لكم عليها اسمها السند، وصل بقى انه اتحط جوه كتاب البخاري في القرن الثالث الهجري، وتلميذه المباشر وان كان عمل كتاب لوحده اللي هو مسلم. حلو، الكتابين دول دخل فيهم الاحاديث زيهم زي اي حد يصيبه ويخطئه ويحط الاحاديث الغلط. وانا في الحلقات الموسم الاول وعملت لكم حلقه هم قالوا ايه على بعض، نقضوا بعض، ده عنده احاديث اسرائيليات والتاني قال له انت شرطك ضعيفه، شرط قبول الروايه مش دي المشكله. دخلت بقى الروايه دي طلعت في الكتابين، هو ده متفق عليه. تخيلوا يعني الناس اللي عارفه، انا بقول يعني مش بعلمهم ولا حاجه، انا بس بوضح لهم، واللي مش عارف وده الاغلب متفق عليه، انت تحس قدام الكلمه كده انت بتشوفها زمان واحنا متفق عليه، تقول ده الامه كلها اعمت مثلا مؤتمر من 1000 سنه وقعدوا كده الاف ملايين البشر قعدوا، ده صح متفق عليه في علم الحديث، يعني شخصين اتنين عقلين فقط البخاري ومسلم انهم خرجوا نفس الحديث ده في كتابه وده في كتابه. ان مطلوب مننا بعيد عن العبادات تماما، بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه وهرجع لمطلوب مننا استطرادات، معلش الدين كله موجود في كتاب الموطأ اول كتاب للحديث تعمل، يعني الاساسيات صوم صلاه، وده مدينه الرسول بقى الامام مالك اتولد فيها، الاساسيات كلها حج زكاه، يعني كل الحاجات اللي عامله مشاكل فكريه لسوره الاسلام وسوره النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والمخنة اللي باظ من اللي مكتوب، وكل ده لو شلتهم كلهم وقلت ده مش موجود، الدين تمام والعبادات تمام وكل حاجه تمام من اول كتاب موطأ مالك، مش محتاجين حاجه يعني. ف
فانت لما تيجي تقول له روايه ضعيفه البخاري ليه بيقتلوا وبيشتموا وانتوا عارفين طبعا الشتايم وشفتوا المناظرات وشفتوا، لان انت بتبوظ له السيستم. هو عايز يقول لك واصح كتاب بعد كتاب الله. وانا قلت لكم حلقه اول امبارح انه بيقول لي الراجل في وشي وهجيبها لكم، بس انا حذفت نفسي يعني. قال لي انا في وشي بخاري معصوم معصوم معصوم، لا يخطئ لا يخطئ ابدا. طبعا الكلام ده انتهى زمنه، والناس بالعقل الجمعي لما مثلا المثل اللي بديه دايما بتاع زواج الصغيرات، لما المجتمع رفضه من قبل يعني البرنامج او غير البرنامج او المناظرة زمان ايام حكم الاخوان، المجتمع لما رفضه معنى كده ان هو المجتمع من غير ما يحس رفض حديث البخاري عادي جدا. ايه ايه زاد ايه في الدين لما اقول السيده عائشه اتجوزت 6 سنين و9 سنين قتلت بنات اجيال وضيعتهم بحكايتهم متجوزوا بدري، دول ضيعت اجيال، عملت ايه انت يعني؟ طب شيلنا الحديث ده، ولا حاجه، الاسلام ثابت والعبادات ثابته وكله تمام، وان شاء الله نجوز البنات وهم ناضجات زي ما القران قال مش زي ما اسلام بحري قال الفطره. لكن ده في البخاري، فانت مش من حقك ليه، لانه متفق عليه البخاري اولا يعني لوحده هرم، وبعدين يا سلام بقى لو الحديث خرج في الاثنين. فالعقل المسلم بعد وفاة البخاري ومسلم في القرن الثالث توقف عن نقد الأحاديث التي من المفترض أن الرسول طبعا كذبا قالها أو اتحكت عليه حكايات وقصص، وهقول لكم طبعا في حلقات طويلة بعد كده يعني إن شاء الله، بس أنا قصدي أديكم مثل على كل حاجة عملي. دي قصة السند ومتفق عليه. تخيلوا اثنين مطلوب من مليارات البشر المسلمين، مليار عايش دلوقتي ولا مليار ونص، ومليارات ماتوا صحيوا في 1400 سنة، مليارات بمعنى مليارات، يتوقفوا عن أي كلمة تخص اتنين شخصين عقلهم بينا كلنا ولا تفتح بقك. فمتفق عليه ده الوهم اللي وقف العقل المسلم في القرن الثالث، وهم وهم حقيقي. لأن أنت إزاي مش عايزني أنقذك؟ ده انت حاطط حاجات ضد القرآن صراحة، وهديكم مثل بعد الفصل. ضد الفطرة، فطرة الإنسانية زي حديث زواج الأطفال اغتصاب البنات يعني، ضد المنطق، ضد السنة اللي زيه بس دي سنة أقوى، ضد كل حاجة. ومش عايز حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا متفق عليها تتكلم. انت مين؟ وطبعا انتوا بتشوفوا من ساعة البرنامج الأول شتايمهم أو اللي متابع يعني فيا بالذات او في اي حد غيري، في كتير عنده الدليل العلمي. وبعدين انا مش بقولك هرميه كده عشان عقلي مش عاجبه، لا انا بقولك بالادلة اللي انت قلتها، علم الحديث، عرض الحديث على القرآن. وهوريك الوقت اللي حصل في الموضوع اللعبة دي ازاي هنع عليهم حتى النص القرآني، بس مقابل البخاري ما يتمسش. وبعدين يقولك اصح كتاب بعد كتاب الله، ما ايه الكلام ده، عيب. لو في يعني لو في ارقام يبقى القرآن رقم واحد، مفيش بعده ارقام، مفيش اتنين وتلاتة واربعة، بس ما تتكلمش. بس هل معنى كده انت بتقول هما بيقولوا انكار السنه؟ لا يا صديقي، انا بنكر او برفض او بكذب اللي نقل عن الرسول. بقول والله انا مش مصدق السته دول الثمانيه التسعه العشره اللي ما بين البخاري بالذات البخاري وصولا لفم الرسول صلى الله عليه وسلم، انا مش مصدق واحد فيهم كذاب. بلاش كذاب، جات له حمى، حصل له تخيلات، وارد، عنده جنون كامن مش عارفينه، شيزوفرينيا، انفصام، مجانين، اي حاجه. كذاب وضاع نسي تخيل مليون بشر. فانا بقول له وردوا بقى انتوا دايما عليه لكم كده، تفتكر حديث البخاري؟ يقول له بنكر حديث البخاري لانه اولا ضد القران، وثانيا ضد السنه اللي زيه الاقوى منه، ثالثا ليس هناك اي قداسه لسلسال الاسناد في البخاري. يعني البشر زينا، واحد قال لي واحد نسي عمل، فاقول له ما منكرش السنه ابدا، لو سمعتها من رسول مباشره مش هتكلم، لو قال لي هنطير بجناحات، لكن انا سمعتها من 10 بشر انا متاكد ان في خلل في النص، فانا بنكر او بكذب اللي نقل مش تكذيب السنه. وهقول لكم دلوقتي الحلول اللي طلعت بقى في القرون اللاحقه او في 200 سنه التنوير الاخيره برضو كانت مش عارفه تتعامل مع موضوع الحديث ده. هقول لكم ليه، فاصل ونرجع نكمل. اهلا بيكم، نكمل. في بقى حاجه كمان عايز اقولها لكم على السند دي، فكره السند هي كانت كويسه فعلا في بدايتها، يعني هي بدايتها فعلا نواياهم
كانت خير، ان انا عملت حاجة عشان احفظ بيها القول لما تطاول العمر بالقول ده. فبديت اقول الراجل ده صادق، طيب كان مين يشهد انه صادق؟ طب الراجل اللي نقل منه يقولك ده شيخ عظيم وعابد، وصولا للسلسلة وتكل التابعي اللي شاف الصحابي، والصحابي يعني مش هنتكلم دلوقتي عن موضوع مساواة الصحابة في السند الحديث لان ده في كلام، انما هنمشيها ان كل الصحابة عدول في نقل الحديث، فانا كده ابقى اتأكدت من ان الحديث صحيح. دي ظهور فكرة السند. لكن عايز اقول لكم ان عبر العصر من القرن الثالث اصبح السند ضد الفكرة اللي نشأ عشانها، ضدها حقيقي، لان هو نشأ عشان يحفظ لي الحديث اني اتأكد انه صحيح. فاصبح بعد كده من كثر تقديس السند قيد على الحديث، فاقول له يا جماعة المتن اللي هو نص الحديث فاسد، فيقول لي لا السند صحيح ما تتكلمش. فاصبح بدل ما رفع الحديث او يحفظ قيمته دمر الحديث، لانه جاب حاجات كل بلاوي قلت لكم عليه، ضد القرآن، ضد العقل، ضد الفطرة، ضد اي حاجة في بلاوي خلاص. وطالما السند سليفة بقى قيد على الحديث مش لحفاظ عليه. فاصبح السند بعد القرن الثالث وبعد تقديس الفكرة ضد الفكرة اللي نشأ عشان. ادي حاجة. اثنين، البخاري جمع ما عنا له انه صحيح، يعني اللي شاف انه هو صحيح تمام ومجتهد وعظيم، وانا فعلا بكلم كلام ده بجد. لكن هل يعقل انه اي انسان، ده حتى الرسول قال، حتى في كل الفقهاء بقى والمحدثين، اي بشر يعني في الدين، الرسول قال الحديث الشهير اللي هم طالعين بيه قبل، فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. تمام، البخاري اجتهد وأصاب على طول؟ يعني ما فيش اجتهد وأخطأ؟ مش يعني إلا هو بس؟ كلنا الإمام، كل الفقهاء والمفسرين ولحد النهارده كله اجتهد وأخطأ ساعات وأصاب ساعات عادي، دي إلا البخاري مش من الأرض ولا مسلم، بيجتهد ويصيبه على طول، ما فيش أي خطأ ما شاء الله. إيه ده؟ يعني انا مش بتكلم، الراجلين ما لهمش دعوه على فكره، تقدسوا في عصرهم ولا تقدسوا بعديهم مش مشكله، ماليش دعوه. لكن انا ليا النقد العلمي الاكاديمي، يعني ايه واحد ما بيغلطش؟ عيب. وبعدين الغلط بالدليل، هذا الحديث ضد القران، طيب وغيره، هذا الحديث ضد الاحاديث المتواتره غيره، مش متواتره بمعنى السند يعني، ده موضوع تاني، متواتره يعني كتير جدا. طيب هذا الحديث ضد العقل، العقل الجمعي، العقل يقول لك اني عقل، اني عقل، يعني انت لما تقول في البخاري في قرده واحد شافها زانت، هي على اساس ان القرده بتزني اصلا، ومسكوا القرود التانيين رجموها على اساس ان هي مرات القرد وبتدافع عنها، يعني بتقول ايوه القرود، هو الحديث كده، والحديث ده مش للرسول خالص، ده واحد تابعي اسمه عمرو بن ميمون، بس انت قدست كل دخل في الكتاب. لما تقول لي مش عارف مين اللي كنا لسه بنتكلم عليه، طفله لا تعي ماسكه العرايس اللعب بتاعتها ثم تم البناء بيها والدخول بيها ومش عارف ايه، طبعا ما حصلش، واعمل اللي انتوا عايزينه عادي جدا. وبعدين عندي سؤال بقى دايما بقوله ليهم في المناظرات اللي انتوا شفتوا بعضها، يعني دلوقتي احنا لما مفروض يعني حقيقة ان يوم القيامة هنتسأل السؤال الاشهر كمسلم مؤمن، ربنا يقول للمسلمين اللي كانوا عهد الرسول زي ما الرسول قال، يعني ما هو ما يعرفش التغييرات بقى اللي حصل، الايمان الحقيقي العقائدي ربنا يقول لنا ما دينك، من نبيك، ما كتابك، القرآن والإسلام وسيدنا محمد. هل ربنا بعد 194 هجري هيزود سؤال للي ماتوا بعد مولد البخاري؟ هيقول له أنت كنت بتصدق البخاري ولا لأ؟ يعني ما دينك، ما النبي، تصدق البخاري؟ كذبت البخاري؟ اتكلمت عن البخاري؟ إيه الكلام ده؟ يعني إيه أنت إزاي تدخله في العقيدة؟ رفض حديث في البخاري على فكرة أسهل من كده بكتير. وكان العظماء بقى الحقيقيين محمد عبده لما مثلا قالوا له حديث السحر، فقال لهم ان النبي معصوم بنص القران، فقالوا له طب ما هو في القران يعني اللي هو ان الله يعصمك من الناس، دي ايه، فراحوا راضين عليه قالوا له طب ما القران بيقول انما انا بشر مثلكم، على اساس ان السحر عايه يعني مرض. فرد عليهم رد عبقري، ولا جاب السند ولا تعب زي حالاتي ولا حالات اي باحث وعمل ابحاث قد كده منشوره وان حديث السحر ده وازاي والسند ولا عمل اي كده. رد عليهم رد بسيط جدا، قال لهم ما تستدلون بالقران على مرضه ولا تستدلون بالقران على عصمته، سهلة جدا.
قال لهم اشمعنى دي اللي عجبتكم في القران؟ طب هو مكتوب ان الله يعصمك من الناس، ازاي يعني؟ ازاي واحد يؤذيه؟ ده اذا كان اساسا في حاجه اسمها سحر، ودي عقليه الخرافه اللي هنتكلم فيها بعد حلقتين. فانت شوفوا الراجل ولا جاب سند ولا اهتم، عادي يعني بخاري يعني ايه المشكله؟ راجل عظيم كل الحياه، بس ده غلط وده غلط وده غلط. زي ما قلت لكم اول امبارح، كل على الاقل المتنورين من رجال الازهر المؤسسه الرسميه في مصر يعلموا علم اليقين، زي ما عارفين اسماء اولادهم ان البخاري ومسلم مليء مليء، مش مليء يعني كله او اغلبه، لكن مليء باحاديث ضعيفه منكره مردوده موضوعه، قولوا فيها الاوصاف اللي انتوا تقولوها، لكن ما حدش بيتكلم عشان زي ما قلت لكم ما يفتحش الباب على البخاري. بس ده عصر اللي هنتكلم، وحديث حديث وبعلم الحديث، مش هنخترع علم من عندنا، باللي هم بيحبوه. عليها. قلنا بقى في الفصلين اللي فاتوا فككنا حتة حتة، متفق عليه شخصين، احنا دلوقتي بالمليارات لا ما نتكلمش. طب احنا دلوقتي اعلم منهم، اعلم بمعنى اعلم، وطرق البحث توسعت وبقت حتى بمساعدة الاجهزة والحاجات، ونقدر نشوف ايه اللي حصل ونقدر نعرضه على المعاني الطبيعية للقرآن. لكن دول يعني هقول لكم مثل غريب جدا في حديث البخاري، بيقول ان الرسول دخل عليه واحد قال له انا ابي فين؟ قال له في النار. اولا الرسول عمره ما حكم على حد، المهم يعني ابوه اتوفى قبل النبوه، فعشان ما يزعلش قال له مع ابي في النار، يعني الرسول قال ان ابوه هو في النار. وبعدين مره تانية في حوار تاني راح عند قبر امه فبكى فقال ان هي يعني ما معناه في النار. سيبكم موضوع كرامه النبي وازاي اهله، هو دلوقتي فالتراثيين بقى يقول لك ايه؟ خلي بالك عباد التراث ظهروا ساعتها، اللي هو ما ينفعش يغلطوا في القرن الثاني والثالث، ما ينفعش يغلطوا. فالحديث ده يا باشا حضرتك تقول له يا فندم حضرتك الحديث ده ضد القرآن، لأن دول ماتوا قبل النبوة وما جالهمش نبي يقول لهم، فدول مرجونة يعني ربنا بقى يحكم فيهم يعني، لكن في النار ده مستحيل. يقول لك لا هو الحديث وهم في النار وما تتكلمش. فتلاقي بقى المبررات بتاعت أهل التراث اللي بيشرحوا بقى البخاري ومسلم، فيقول لك إيه؟ لا جه فيهم نبي، أصل إسماعيل الجد العشرين للنبي كان موجود في مكة فجه فيهم نبي، يبقى محسوب في البتاع. طب والقرآن لما قال خطاب واضح صريح للرسول، ها لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، يعني بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم انت هتنزل ناس ما عند ما جالهمش نبي قبلك، ابوهم وجدهم وبتاع، نودي القران ده فين؟ يعني نعمل ايه في المعنى ده؟ ولا البخاري ولا ايه؟ ده انا بكلمكم بس امثله حقيقيه عشان تعرفوا ازاي تم تأليه الكتاب. بقول لك الحديث غلط ضد القران، لفوا وداروا وطلعوا ونزلوا، قاعد يقول لك اصل ده ليس معناه ان ليس معناه ايه؟ ليس معناه ايه؟ الموضوع واضح، الحديث غلط، خلص الموضوع، اسكت، ايه اللي هيزيد في الدين يعني لما ابوه والنبي وامه يدخلوا النار؟ الدين، الدين بقيمه الكليه العليا، سفهوه وتفهوه وخلوا ولا حديث ما لهاش اي علاقه، لو اتشالت او اتحط زي ما بقول لكم ولا ليها معنى، ولا زدنا في الدين حاجه ولا نقصنا. لكن الدفاع عن البخاري وشتمت الناس واللي انتوا بتشوفوه بقى قوي، ويا منكر السنه، منكر السنه ايه؟ ما انا قلت لكم اللي فيها، وردوا الرد ده عليهم كلهم، احنا بنكذب اللي نقل واحد من السته سبعه دول، لكن احنا ما بنكذبش الرسول، لو سمعناه هنصدق. لكن في احاديث صحيحه؟ اه طبعا في احاديث صحيحه جدا، لكن هل معنى ناخد كتاب كتل على بعضه ما ينفعش انقضه اراجعه؟ يا تاخده كله يا تبقى منكر اللي مش عارف ايه وايه الكلام ده؟ في حلول بقى ظهرت لده هنتكلم فيها بكره، وكانت للاسف برضو مش عارفه تتعامل مع موقف حكايه علم الحديث وتقديسه. هنكمل القصه بكره بتاعت العقل عامه، لان هي هم بس حلقتين. اشوفكم بكره.